اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في ملعب الاهلي بعد مباراه الاهلي وطلائع الجيش واللي انتهت بفوز الاهلي بهدفين لنجمه مروان محسن. بيشرفني يكون معايا كابتن الكبير كابتن احمد عوده نجم التحكيم السابق. نور الدنيا، ربنا يخليك يا كابتن. عامل ايه يا كابتن؟ ربنا يخليك. الحمد لله. خناقه انا وانت، خلي بالك النهارده بقى زمان الناس دلوقتي طالعين من تحت السرير ومستنينا دلوقتي، يقول لك اهو الكابتن احمد عوده يعني في قناه الاهلي. بس لا يا عم، اهم حاجه عندنا يبقى في مصداقيه وخلاص، ده اهم حاجه. لا اكيد طبعا، اكيد طبعا، اكيد طبعا، اكيد عندك حاجات كتير النهارده. النهارده في حاجات كتير. يلا، والاول نقدم طاقم الحكام. اولا طبعا بنبارك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي طلائع الجيش، وبنقدم طاقم التحكيم، يا ريت نشوفه على الشاشه دلوقتي. هو عموما حكم الساحه محمد الحنفي، طبعا ده حكم دولي بقى له حوالي 5 سنين، ومن الحكام المتميزه ومن الحكام ذات المستوى الثابت، ومن اللي واسند ليه اهم مباريات، ومن اهم المباريات اللي ادارها السنه اللي فاتت ماتش الاهلي والزمالك. تمام. فمن الحكام اللي هي مشهود لها بالكفاءه. تمام. المساعد الاول سمير جمال، ده برضه مساعد دولي وبقى له حوالي 4 سنين، من المساعدين الاكفاء جدا وبرضه ذات المستوى تقريبا الثابت، ومستواه كويس وشغال في الشرطه. تمام. والمساعد الثاني هشام الدسوقي، منطقه الغربيه، مرشح دولي بقاله كتير، ومن الحكام المساعدين اللي هي برضه مستواها ثابت واسند ليها مباريات كتير. تمام. وبقاله حوالي 7-8 سنين في الدوري الممتاز، بقاله فتره طويله. تمام. وبعدين الحكم الرابع محمد ابراهيم، وده حكم من منطقه بورسعيد. وحكم واعد وسنه صغير في العشرينات، وده ان شاء الله يبقى مستقبل الكره المصريه. تمام. والحكم الاضافي الاول محمود ناجي، محمود ناجي مستواه حقيقه من الحكام المتميزه جدا، بقاله سنتين او يعني انا شفته السنه اللي فاتت والسنه دي في مباريات كتير ومباريات مهمه في الدوري الممتاز، وادارهم بامتياز، طالع كويسه جدا. واتمنى ان هو يثبت على المستوى. هو النهارده حكم ما شاء الله عليها، لا حكم كويس مستوى ثابت. وفي احمد جمال، ده برده حكم من ناس صغيره سن واعد، وان شاء الله ينتظروا مستقبل كويس جدا. اكيد. ادي ده الحكم الاضافي الثاني. تكمله برضو، يعني بنتكلم على الحكام بصفه عامه، يعني حكام الشباب، الحكام الواعده زي ما حضرتك بتقول، مستقبل التحكيم في مصر. برضو يعني لازم ادي لمحمد معروف برضو حقه بصراحه، انا بشايفه حكم واعد وحكم ليه شخصيته. حكم محمد معروف ما بقاش واعد، ده بقى له حوالي 4 سنين في الدقائم الدوليه او 5 سنين. يعني حكم يطمنك. انا اتمنى بقى ان محمد يعني يثبت على يعني يفضل او يبقى طموحه اعلى من كده، لانه عنده ستايل كويس، سنه صغير مش كده، يعني انا نظرتي كويسه في الحكام؟ طبعا اكيد. طبعا اكيد. فانا اتمنى ان يكون طموحه يبص لفوق قوي يعني ان شاء الله. بس لازم حد يساعد يا كابتن، يعني اكيد الحكم بقى عنده طموحات. اكيد لازم طبعا هنا، ولازم هو برضه يساعد نفسه. اكيد اكيد يعني اكيد لازم نقول كده. يلا نبدا نجيب الحالات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الحاله الاولى كده، ده الهدف الاول. ده الهدف الاول. يا ريت نجيبها من البدايه، يا ريت نجيبها من البدايه خالص. ها طبعا هنا ما خرجتش بره ولا اي حاجه، لكن نجيب من البدايه خالص. ايوه اللعبه كده، ايوه كده، ما فيهاش حاجه، ما فيش تسلل خالص. اللاعب رقم 5 مغطي اهو، واضح جدا جدا ما فيش تسلل، وهي لعبه مش صعبه قوي بالنسبه للمساعد سمير جمال، لانه سمير متميز وراجل قديم قوي قوي قوي، لكن ما بنشوفها من اول مره تشعر ان فيها شك. لما تشوفها من اول مره مش من الزاويه دي، من زاويه ثانيه. لكن هي دي واضحه، واضحه جدا ان هي ما فيهاش حاجه، وبرده معدى ما قبل الخط لاعبها كمان بالعرض، ومفيش اي حاجه، جون سليم طبعا 100%. تمام. مفيش اي حاجه. تمام. مفيش اي شك. الحمد لله. ماشي. نشوف اللعبه اللي بعدها. اللعبه اللي بعدها ديت، ده الهدف الثاني. ده الهدف الثاني. لا نيجي نقف بقى في اللعبه اللي فاتت. بايظ التوري يا سمير، بايظ البتاع، بايظ. مش لازم نشوف، معلش. بايظه يا كابتن، مش هنعرف نجيب لك بصراحه. ايوه شوف اللعبه ديت، ايوه مش باين لحد الان، مفيش حاجه، هي مش باين. نيجي بقى نبص هنا، لا ما من هنا مش باين قوي، لكن في زاويه ثانيه تبين. في زاويه ثانيه تبين باينه. لا لا طبعا ناصر ماهر رفع رجليه جدا، هنجيبها لك من كل الزوايا. يا ريت نشوفها. ايوه اهي، لا ده رفع رجليه وبقى فيها خطوره على الخصم، عشان كده الخصم خش ما رضاش يخش في اللعبه، او ما رضاش يتدخل في اللعبه، لان فيها دينجرس بلاي. طب يا كابتن خليني معاك واحده واحده. هو لازم، استنى يا سمير، هو لازم الخصم يتدخل ولا يكون ان هو ما تدخلش فالحاجه الاريحيه ان هو ممكن ما يحصلش؟ جميل جميل. اللعبه لما جت اتلعبت بقى فيها خطوره على الخصم، الخصم خايف يخش يلعب الكوره بالهيدرز. تمام. هي ده اللي حصل. تمام. فبالتالي دي فيها خطوره على الخصم. تمام. وبالتالي دي هي اللي بنقول دينجرس بلاي، او لعبه احنا بنقول فيها خطوره. هنا بتتحسب غير مباشره طالما ما حصلش التلامس. حينما يحصل التلامس تنقلب من غير مباشره لمباشره. يعني لو احنا قلنا اللعبه دي على مدافع داخل منطقه الجزاء،
لو مفيش تلامس هتحسب عليه غير مباشره داخل منطقه الجزاء، لو حصل التلامس هتحسب ركله جزاء عليه. طب تسمح لي انا فضل. انا مش مبرر حاجه والله. طبعا انت ليك مطلق الحريه. هاتلنا سمير الزاويه القريبه خالص. لا هات الزاويه القريبه الثانيه، في زاويه ثانيه اقرب من دي. بص يا كابتن انا مش احنا عايزين نشوف من الاول. اجيبها لك لا اجيبها لك. هي دي. ايوه هي. بص اللاعب اللاعب هنا كش ان هو يخش بالهيدرز، لان التاني رفع رجليه الارتفاع مش مقبول، يعني الارتفاع ده مش طبيعي. ارتفاع الرجل ده غير طبيعي. تمام كده. فهي لا، هي ركله حره غير مباشره على ناصر ماهر اللاعب الاحسن. خلينا نتكلم بمنتهى الفهم. تمام يعني دي المفروض ان هي فاول، ركله حره غير مباشره على اللاعب الاهلي. تمام ماشي. نشوف اللعبه اللي بعدها. دي بقى نشوف اكرامي. اعتقد انها يعني احنا لما شفناها اول مره وقلنا ممكن تكون اكرامي شريف اكرامي جايبها من بره، لكن هو ماسكها من جوه. وحتى لو ماسكها من الخط فالخطوط داخل المناطق، يعتبر داخل منطقه الجزاء. الكره واضحه قوي ان هي ما فيهاش اي حاجه. هو مد ايديه من بره بس مسك الكره من جوه. مسك الكره من جوه، ما فيش اي حاجه. واضحه قوي يعني، لعبه واضحه. تمام. نشوف اللعبه ديت. اللعبه نشوف بقى هنا. ايوه لا نعيدها تاني نشوف فيها، هل دي فيها ركله جزاء ولا ما فيهاش ركله جزاء؟ اللاعب نشوف احمد الشيخ اهو، الكره جايه له. اللاعب هل عرق الرجليه ولا لعب على الكوره؟ لعب على الكوره وجاب الكوره، اذا نجح في لعب الكوره، اذا الكوره ما فيهاش اي حاجه. ما فيش ركله جزاء ولا في اي حاجه. ماشي يا سمير. تمام كده؟ ماشي. هي الكره اعتقد واضحه، ما فيش اي حاجه. ماشي، ما فيش حاجه. اللاعب نجح في لعب الكوره، وبالتالي ما فيش اي ركله جزاء ولا في اي حاجه، واللعب سليم وقرار الحكم سليم 100%. ماشي. نشوف بقى اللعبه اللي بعدها. اهي برضو بنشوفها من كذا زاويه، نفس الكلام. اللاعب نجح في لعب الكوره، وبالتالي ما فيش عرقله ولا في اي حاجه. تمام. نشوف اللعبه ديت. دي ايوه نعيدها تاني ونثبت الصوره. ايوه نثبت الصوره بقى، واللاعب ده بيلعب الكوره قبل ما تخبط. ايوه كده. هل احمد جعفر هنا متسلل؟ خلينا نتكلم فير. انا ماليش دعوه. لاعب الجيش المهاجم اللي هو احمد جعفر في مدافع الاهلي. لا قبل اللعبه دي اهو، والكره لسه هتخرج. اهي الكره هتخرج. اهي فين الكوره؟ ماشي يا سمير كده. أيوة ثانيه واحده. ايوه الكره خرجت اهي. الكره بتخرج اهي. تمام. لاعب الاهلي مغطي. تمام. الكره ما فيهاش اي حاجه. الكره هدف سليم. شوف يا سمير. ايوه اهي. ساعة كرة هدف سليم، ساعة ما اتلعبت كرة من زميل المهاجم ده كان موقعه فين؟ كان في لاعب الاهلي مغطي. هي شكلها كده التسلل، لكن لما تيجي نعيدها ونوقف الصورة. هاتها من الزاوية الثانية. ايوه نثبت بقى، نثبت وهي بتتلعب. ايوه وهي بتتلعب هنا. كمل يا سمير كده. اهي اخر بيلمسها، اخر لمسة ليه هنا. لاعب الاهلي مغطي. هنا كده خرجت، هنا كده خرجت. لاعب الاهلي مغطي ما فيهاش حاجه، كرة هدف سليم. لعبه من الالعاب الصعبه دي يا كابتن؟ من الالعاب، هي من الالعاب الصعبه جدا جدا جدا. ولكن هو طبعا المساعد سمير جمال ده متميز جدا، ولكن انا مش عارف اللعبه دي، هي لعبه صعبه مش سهله. صعبه جدا. صعبه جدا جدا جدا. كمان لكن وطبعا التمركز بتاعه مش باين، يعني برضه احنا مش شايفين المساعد واقف ازاي ولا واقف فين. يعني ممكن انا مش ببرر يا جماعه، عشان الناس بس متربصه. مش ببرر، انا بتكلم ان ممكن يكون لعيبه النادي الاهلي قافلين امتى الكره طلعت من رجل من رجل. شايف يا كابتن كده الزاويه مقفوله؟ ايوه بس بص كده خرجت الكره، لكن وهي بتخرج هو كان فين؟ بص اهو. لاعب الاهلي ما تبصش كمان للايد، يعني ايد المهاجم كمان حتى ما سبقتش. تمام. لكن هي الكوره كده ما فيهاش تسلل. عايز تقول ما فيهاش تسلل؟ ماشي. احنا شكلنا اتخانق خناقه انا وانت بعد الهوا كابتن. لا احنا بنقول احنا لازم نكون مصداقيين. طيب في صدق عندنا ولازم طيب نكون فيه. تمام. نشوف اللعبه دي. تعالى ننقل على اللعبه اللي بعدها يا سمير. اولا اللعبه الاثنين دخلوا على الكوره، لكن في هنا اكيد في واحد دخل بخشونه زايده شويه ادت الى التهور. تمام. فنشوفها تاني. ايوه اهو بص. لاعب الجيش طبعا محمد رزق داخل بعنف جدا. ده صعب جدا. لازم فيها انذار. لازم فيها انذار. انذار مستحق. دي بقى انذار يا كابتن ولا ممكن؟ لا هي لطرد. يعني هي ده يعني شايف دي ايه؟ دي لو صعبه. فيها لا هي انذار اقرب منها، لكن قوتها لو هي اقوى من كده شويه كمان كان هيبقى فيها كارت احمر. اقوى من كده يعني؟ لا يعني انا عايز اقول حاجه، هي دايما الكارت الاحمر بنطلعه لو اللاعب لاعب على ساق الخصم. هو بيلعب على الكوره اساسا. لكن لو لاعبها على ساق الخصم ومتعمد على طول هي دي فيها طرد مباشره اهي. هو جاي يلعب الكوره، لكن ده طبعا محمد رزق فيها فيها استخدام قوه شويه. ابننا معلش يا جماعه ابننا. هي فيها استخدام معلش برضه عشان نقول ايه، ان كان فيها احتماليه
ان الخشونه الزايده، وبالتالي هو ده اللي اسمه التهور، وبالتالي مستحق انذار تماما. تمام، احنا بنقول كده ما بنبصش لالوان يعني، ده لو برضه على الاهلي هنقول نفس الكلام. ما انت عايز تقول اكتر من كده يا كابتن. لا يا كابتن، انت طلعت لنا جون صح تماما، لا وطلعت لنا جون فاول، اتكلم عايز ايه اكتر من كده بقى؟ نشوف بقى اللي بعدها، اللعبه اللي بعدها. يلا اوف. ده بقى هو ده اللي اسمه الاصرار على مخالفه قانون اللعبه. يعني في نفس اللعبه عمل فاول ومصر ومصر، هي ديت بقى الاصرار على مخالفه قانون اللعبه، ولازم يستحق فيها انذار. انذار مستحق تماما. نشوفها تاني. ايوه اهو اللاعب تاني مصر اهو، في اصرار، في اصرار تاني اهو. ده ابو المجد ماشي. محمد ابو المجد بوشة. ايوه تمام. ده بقى اصرار على مخالفه قانون اللعبه، واضحه واضحه قوي ومستحق انذار اهو. ده مكان بص اهو مكان طبعا. طبعا تمام، انذار مستحق، وهو عشان كده ما اتكلمش خالص اللاعب وعارف ان هو يستحق الانذار. وطبعا تمركز حكم قريب جدا، وكان نشوف بقى اللعبه ديت بقى تاني، نشوف بقى هل دي التحام طبيعي ولا التحام في التهور اللي احنا قلنا عليه. نشوفها تاني، اعتقد اما نشوفها في الاعاده. ايوه اهو بص اللاعب هنا بقى التهور. هي مش داخله كوره عاديه، ده مش التحام عادي، ده على الفيه. ايوه لازم في اللعبه دي لازم يستحق فيها انذار، وتغاضى عن الانذار هنا محمد الحنفي على الفيل. على الفيل كان لازم يجب انذار على الفيل في اللعبه ديت، لانها فيها تهور، فيها استخدام قوه اكتر من الاهمال العادي. مش التحام عادي. تمام. نشوف بقى اللعبه اللي بعدها كمان، هو صفر هنا اوفسايد، نشوفه المساعد رفع التسلل. نشوف تاني الاعاده. ايوه انا شفتها. ايوه نشوف. ايوه عمرو السوليه ايه اوفسايد، مسابق بجزء من جسمه. تمام، وده تميز من المساعد، والمساعد تمام. في تمركز هايل جدا. هي طبعا هي مش كره صعبه قوي، عشان ايه الكره ثابته، انما لو بتبقى متحركه لان ده فاول، فبتبقى هو متمركز كويس. لكن هو التمركز طبعا هايل، لكن متحركه بقى عبال ما ياخد خطوه اتنين وهي جت اهي لعمرو السوليه، لو جت للاعب الثاني ده ما كانش فيها حاجه. تمام، لكن هي تسلل سليم وبرافو المساعد. تمام، لازم نشيد بيهم. تمام ماشي، نشوف اللعبه دي كمان، دي ركله الجزاء اللي اتحسبت. طب نشوفها تاني، نعيد تاني، هل هنا حصل التلامس ولا ما حصلش التلامس؟ يعني نشوف باسم علي حصل معاه المدافع، حصل معاه احمد سامي، عمل معاه في تلامس ولا ما فيش؟ نشوف. مش سامي اهو على الرجل اهو، واضح قوي اهو اهو في عرقله اهوت اهي داخل ال 18 من على الرجل. طيب نيجي نشوف هنا، كان القانون زمان بيقول لك دي لانها فرصه محققه لاحراز هدف. كان القانون بيقول ايه؟ ياخد طرد، تحسب ركله جزاء وطرد. بالظبط، دلوقتي انت هتحسب ركله جزاء هنا اهوت، هتدي فيها انذار، لانها اما لو من خارج المنطقه كانت هتحسب فاول او ركله حره مباشره وطرد. طب لو بالايد، لو فيها دفع بالايد او باستخدام الايد، في الحالتين طرد، سواء ركله حره مباشره من بره ال 18 او من جوه ال 18 فيها طرد. ليه؟ المفروض انت ما بتستخدمش الايد، انت بتلعب كره قدم. تمام تمام كده. فالنهارده اذا استخدمت جزء غير ال، انا مش مقتنع بصراحه، مش مقتنع. ده تعديل في القانون، القانون هو اللي قايل كده، مش انا، مش كلامي. انت مقتنع بيها يا كابتن؟ والله انا كنت مقتنع بالقديم، كله طرد يعني. ده ايوه، ما انا ايه الفرق بان انا ادفعه؟ انا كده قال على اساس ايه؟ ان انا بعاقب اللاعب العقوبه شديده قوي، ان انا بحسب عليه ركله جزاء. بالعكس، الرجل ممكن تعوره اكتر من الايد يعني. بس هي كره قدم ماشي، هي كرة قدم اضربه. انما لو انت ملعت الكرة بايديك او مسكت الخص وكده دي فيها طرد. ما يا حبيب قلبي، انا قصدي كرة قدم اموته برجلي، وما كده كده انا عارف انها مش هياخد طرد. والله فرجلي اسهل. في فشل كده، انا 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 كنت بقول حتى هي بتتعب الحكم يعني، ايه مش عارف احسب طرد ولا انذار يعني. انما قبل كده كانت واضحه، هنا ولا هنا طرد على طول. طب افرض هو دلوقتي واقع، راح هو زقه بايده. مين؟ يعني افرض دلوقتي باسم هو بقع. لا هي الاساس العرقله، الاساس العرقله، الاساس العرقله. ماشي انا مش عارف اتحايل عليه خالص. معلش، ما احنا بنقول الحقيقه. اساس العرقله تمام. نشوف بقى اللعبه دي كمان. ايوه، هل دي بقى جت في الايد ولا لا؟ لا ولا جت في الجسم؟ والله حتى لو جت في الايد، نشوف وضع الايد. هو حط ايده ومكتف نفسه بالظبط. الكره دي ما فيهاش اي حاجه، هي جايه في صدر اللاعب، وحتى لو جت في ايد اللاعب، اللاعب حاطط ايديه لورا في وضع طبيعي ما فيهاش اي حاجه. ايمن اشرف نشوفها تاني اهي.
ايوه اه عشان يريحنا خالص. أيوة. ايمن اشرف أيوة. قال لنا انا حاطط ايده ورا ظهري اهو يا جماعه بالظبط كده. مع اني حتى لو جت في ايديه الحركه دي بس بس حتى لو جت في ايديه هنا الوضع الايد طبيعي مش ركله جزاء ماشي. ف يعني اعتقد هم دول الحالات واعتقد ده كان حالات كتير احنا جبناها النهارده. هو طبعا محمد الحنفي قدم مباراه كويسه قوي ولكن انا بعتب عليه في حته في الهدف الثاني ان كان يجب انها تتحسب ركله حره غير مباشره. يعني لما تقيم الكابتن محمد الحنفي النهارده في المجمل العام يعني في المجمل يعني ادي له 8 ما ادوش مثلا 8 ونص ولا 9 يعني ادي له 8 لانه هو طبعا يعني باستثناء اللعبه دي وكده قدم مباراه كويسه يعني بقيه القرارات كانت سليمه ما فيش غير اللعبه اللي انا قلت عليها الانذار ديت اللي هي كانت مستحق ولكن هو كان مسيطر على المباراه كان مدي تحت الفاول اللي انت اتكلمت عليه برضو الفاول بتاع هو ده اللي انا قلت عليه الفاول اللي هو الهدف الثاني لكن هو كان مدي تحت فرص تحرك. طب ممكن يكون مبرره ايه يا كابتن عودة؟ والله محمد الحنفي دايما بيحاول يمشي اللعب كتير يعني ما بيصفرش كتير هو من طبيعته كده للامانه يعني عشان انت لو بصيت لمحمد الحنفي في ماتشاته كلها ان ما بيحسبش مش اي حاجه بيحسبها مش اي حاجه لكن دي كانت ارتفاع الرجل كان فوق كان عالي جدا فوق الطبيعي. طيب انا بقول لك ايه المبرر بتاعه فهو ما انا بقول لحضرتك ممكن يكون برضو مدافع الجيش ما تدخلش بدماغه فقال لك خلاص معلش بس ده مسافه قريبه وخلت اللاعب يكش بتاع الجيش ان هو يلعب الكره ان هو ما قدرش يلعب الكره ما قدرش يحتك. طب محمد الحنفي من الحكام اللي ممكن يعني لو اللعبه دي ضد الاهلي يحسبها؟ لا هو بص ما انا بكلمك بص هو مقياسه واحد لا 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 لا, لا 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 محمد الحنفي مقياسه واحد على ده او على ده هو ده طول عمره لا 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 من الحكام الاونست جدا الحكام اللي يعني لو اللعبه دي للاهلي هيحسبها ولا مش هيحسبها؟ نفس الكلام زي ما هي هنا ما عندوش الالوان تمام محمد الحنفي طول عمره كده من الحكام ولكن هي توفيق في لعبه او عدم توفيق في لعبه يعني عدم توفيق في اتخاذ القرار او توفيق في اتخاذ القرار لكن محمد الحنفي ما عندوش حته الالوان دي طول عمري انا بقول عليه كده يعني مش النهارده دي حقيقه يعني من زمان من ساعه ما طلع وانا بقول ان هو حكم كويس قوي بيمشي بمقياس واحد نفسنا كل الحكام بيبقوا كده والله دي حقيقه يعني هو بيمشي بمقياس واحد ما عندوش معيارين ما فيش الوان جميل ده المطلوب من الحكم ده المطلوب ودي حقيقه ودي حقيقه العداله بتاعتي ابقى انا نازل مش خايف من الاهلي مش خايف من الزمالك مش خايف عايز تديني حقي بس وعشان كده بيكسب احترام الناس كلها ده يعني دايما ما بتجيب سيره محمد الحنفي في اي حته الناس دايما بتتكلم عليه ده حكم كويس ده حكم امين ده حكم اونست كده يعني مش هيتكلموا عليه النهارده يقول لك اصل بص الاهلي عمل لا ايه لا 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 دي هنا ولا هنا ما هتتحسب ما هو برضه ما هو في العاب ثانيه برضه هنا هوت انذارات وفي العاب ثانيه يعني هنا وهنا يعني كان فيه وحسب هنا وهنا والمعيار واحد يعني لغايه دلوقتي يا كابتن في الجوله ال 16 غير المباريات المؤجله لفرق بعينها زي الاهلي وزي الاسماعيلي يعني في فرق لها مؤجلات لكن لو وصلنا للاسبوع ال 16 نعم بتقيم الحكام لغايه الاسبوع ده ازاي؟ والله انا شايف الاسابيع الاخيره ماشيه كويس قوي يعني الاسابيع الاخيره يمكن دي مؤجلات ولا الاسابيع الاخيره الاهلي بيلعب فيها بس انا جيت اهو لحد الان يمكن ده رابع ماتش احلله انا مش شايف اخطاء يعني الحقيقه الاخطاء قليله جدا 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 حتى انت بتتكلم على برضه امبارح على معروف بتقول لي حكم كويس قلت لك بتفق معايا يعني برضه قدر مباراه كويسه قوي الاتحاد وسموحه ديربي كان اداء عالي جدا انا شايف كان فيه هزه شويه يعني قبل كده كان فيه هزه شويه لكن دلوقتي اعتقد ان ابتدوا يمشوا على الطريق السليم واتمنى ان الفتره الجايه تستمر كده ربما يمكن دلوقتي الحكام مريحين فبيلعب كل فتره فيمكن عنده وقت ان هو ما عندوش ضغوط كتير يعني برضو ما بيلعب ما كل ما بيلعب كل 3 ايام ماتش ولا حاجه زي كده زي اللعيب دي ضغوط نفسيه وبدنيه فربما دي تكون مؤثره برضو يعني اكيد هو ده سؤالي ليك كابتن عوده يعني سؤال بقى ارجع بيك شخصيا لزمان لما كنت بتكلف باداره ماتش كنت ممكن تقول ياه كنت بتبقى تقيل قوي الماتش ده على قلبك الماتشات من اي نوعيه اللي بتبقى تقيله على قلب الحكم هو انا بالنسبه لي كان في نوعين من الماتشات ماتشات دوليه بره مصر كنت بلعبها وماتشات المحليه الحقيقه الماتشات الدوليه انا يمكن الناس لاحظوها كل اللي كانوا بيطلعوا معايا المساعدين او الحكم الرابع بيلاحظ ان انا يوم المباراه ديت ببقى مركز بشكل ما بكلمش حد ودي ظاهره غريبه فيا ببقى مركز بشكل غير عادي ده في الماتشات الخارجيه الماتشات الداخليه اللي عندنا هنا برضو
وانا رايح الماتش بيبتدي تركيزي قوي قوي قوي، الموبايل بعمله سايلنت قبل ما ببدا، قبل التسخين لحد بعد المباراه حاجه بعمله سايلنت وبحطه في الشنطه بتاعتي، ما بفتحوش خالص ولا اشوف اي حاجه، لان دي ضغوط عليا. تمام. لان انا لو شفت حاجه زي يقول لي حد كلمني ولا حاجه زي كده تتاثر عليا. بالظبط، يقول لك كان في ضربه جزاء ما حسبتهاش، كان في جون اتلغى، الكلام ده كله دي حقيقه. ببقى مركز جدا جدا جدا. مشكله باخد الماتشات، لازم تاخد الماتشات كلها زي بعض بمعيار واحد. الماتشات التقيله على قلبك ومش هسيبك تهرب من السؤال. الماتشات التقيله طبعا بتبقى انت عامل لها، طبعا ده اكيد بتبقى عامل لها. انا خصوصا يعني الله يرحمه الكابتن حسام، يعني دايما كان بيلعبني على طول، ما بريحش. فبقول له يا كابتن، انا كابتن من الناس اللي احب دايما اركز، ما احبش العب على طول. تمام. يعني ما العبش في كل ثلاث ايام ماتش مثلا. تمام. هو كابتن حسام الله يرحمه كان دايما بيعتمد عليا كتير. تمام. فكان دايما يديني على طول ماتشات. انا كنت بختلف كتير وبحاول اعتذر، لاني برضو الماتشات الكتير دي انا من وجهه نظري او انا طبيعتي انا، اللعب الكتير هيخليك يولد اخطاء كتير. هيولد عدم تركيز كمان. تقل في التركيز شويه. لكن ما بلعب ماتش مثلا اسبوعيا بيبقى ايه تركيزي على الماتش كويس او كده. لا، في ناس تانية يعني تقول لك عايز العب. العب كل لكن انا كده يعني. انا من النوع اللي كنت ما احبش العب على طول. تمام. وحتى يعني كنت عامل، ما بلعب دوري ممتاز نادرا ما بلعب ممتاز به. تمام. يعني كانوا يجوا يسندوا لي ماتشات تقيله قوي، الا لو ماتشين في السنه كلها دوري ممتاز به بيبقوا ماتشات يعني ايه على الصعود او. كنت حابب تلعب ماتشات جماهيريه ولا ماتشات في الهادي كده، ولا عادي سيان بالنسبه لك؟ لا، هي 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 سيان. انا لعبت ماتشات جماهيريه، انا لعبت المغرب وتونس. تمام. على تصفيات كاس العالم في تونس، تصفيات 2006. بس تبقى اقل حده من ماتشات زي اهلي والزمالك، اهلي واسماعيلي، زمالك واسماعيلي. هقول لحضرتك بس ده كان اول ماتش ليهم بعد نهائي امم افريقيا 2004. انا رحت هناك الماتش بالليل، انا رحت الصبح بتمم على الملعب، لقيت الجمهور موجود من الساعه 10 الصبح وكاتبين طفي نارك خلص طارك. اوف. والله يفض كده، طفي نارك خلص طارك، اقسم بالله. فيعني فدي ماتشات، لا ماتشات بتبقى صعبه جدا. لعبت نهائي افريقيا. يعني لعبت نهائي افريقيا مرتين. فطبعا لا، في ضغوط، وبعدين في ضغوط جامده جدا الواحد بيحسها بقى لما بتيجي تلعب ماتش طرف وفريق افريقي زي مثلا يعني لعبت كوت ديفوار وتونس برضو تصفيات كاس عالم 2002. طبعا شوف بقى ماتش مهم جدا. بالزبط. ده ماتش يعني بالزبط. مين اللي فيهم اللي هيصعد في كوت ديفوار؟ بيبقى الماتشات دي صعبه جدا لما بيلاقوا حكم عربي واخد بقى، وده واحد الطرف الثاني عربي وفي دوله زي دي بيحس ان انت هتجاملها. بيبقى الماتش عندك متاهبين عليك. بيبقى ماتشات صعبه. لا مش سهله يعني. امتى خدت قرار كابتن عوده وحسيت ان انت كنت مجحف قوي بالنسبه للقرار ده ضد الفرقه اللي انت خدته؟ هي اكتر من مره طبعا يعني. اكيد ويعني اكيد بتحاول يعني لما بتاخد قرار غلط حسيت ان انت فعلا كنت، لا انت انا ظلمت الفرقه دي، بتحاول تعوضه بس بجد، ولا بتمشي بقى تاني زي ما انت وخلاص ماشي؟ لا، هو عايز اقول لحضرتك حاجه. انا دايما بقولها لكل الحكام. ما تعودش بقول لو انت حاولت، لو انت اخطات خطا حاول تحافظ عليه. ما تزودش اخطاء. جميل. فانا النهارده ما هعوض ازود اخطائي. بدل ما هيبقى خطا هيبقى اثنين، بس هيبقى انت ليك قلب برضه، الحكم ليه قلب برضه، بحس ان انا ظلمت مثلا يعني فرقه. يمكن قلت لحضرتك المره اللي فاتت ان انا ببقى متعاطف مع لعيب مؤدب وبتاع، لكن بطبق القانون. لا انا معايا خلاص. لكن تمام. بطبق القانون. فنفس الكلام هنا لما اديت لابوتريكا انذار مش هنساها. لا ده مش كده وبس، هقول لك على حاجه تانيه. والله العظيم زي بلاش بقى بلاش. يعني ده في واحد احد اللعيبه المشهورين واللي هي لعيبه مؤدبه جدا جدا وتتميز بالخلق الغير عادي، اخويا محمد عوده، انت عارف. عارف محمد طبعا. ده كان مصاب وكان مجبس رجليه. فجاله هذا الشخص، هذا اللاعب جاء يزوره في البيت. فانا كان تاني يوم عندي ماتش مهم جدا 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 لهذا النجم. تمام. فلي اخ اسمه مصطفى بيني وبين محمد، قال له ايه كابتن احمد هو اللي هيديلك الماتش بكره ومش عارف ايه. قال له طب وصي عليا ما تدينيش انذار. اقسم بالله كان اول انذار في الماتش هذا اللاعب، رغم انه مؤدب جدا، بس دخل لازم تستحق انذار. زي اللعبه اللي احنا شفناها دلوقتي اللي انا قلت لك دي تهور، واخد بالك؟ وكنت قلت لي فيها ممكن يبقى فيها طرد. بالظبط نفس اللعبه دي تقريبا. طب كان مين انت مش عايز تقول اسمه ليه؟ ده عادي على فكره. نجم كبير ونجم وحبيبي جدا والناس ومؤدب جدا ومصر كلها عارفه ان هو من اقدم اللعيبه اللي جت في تاريخ الكوره. طب مين مصر. والله عادي، ما احنا اتكلمنا على ابو تريكه. اصل في قناه الاهلي فهيبقى لا عادي، من الزمالك. كان الكابتن هادي خشبه.
مين؟ هادي خشبه. هادي تمام. طبعا الناس طبعا المحترمه طبعا. جدا أكيد. الناس أكيد. من الناس اللي انا بعزها جدا جدا، ولكن القانون لابد ان يطبق اكيد طبعا. يعني ايه كان ماتش الاهلي مع ان هادي كان بيدخل على قصبه الرجل اساسا. ايوه بس هو نفسه جه اتكلم وقال لي انذار مستحق. كان دخل على ابراهيم المصري دخله كان جامده زي اللي انت شفتها. فكان لازم يستحق فيها انذار، لكن هو مؤدب ومحترم جدا. وانت يا كابتن برضه كنت حكم في حكام بيتنشنك انت كلعيب، يعني انا كنت مثلا او اشوف اللعيب تيجي تتكلم معاه كنت بتتكلم عادي وبتهدي اللعيب، لكن في حاجه بيتنشنك وفي حاجه بيكلمك باسلوب انت غصب عنك ما انت بتكلمني. في لعيبه طردتها وكانت بتبتسم ليا وبتسلم عليا. بالظبط. انا هقول لك على حاجه برضو من ضمن الناس اللي انا بحترمها جدا وبحبها جدا ومؤدبه جدا. ياسر الكناني لاعب نجم المنصوره طبعا، شخصيه جميله جدا وانا بعزه جدا على المستوى الشخصي قوي قوي. في ماتش كانوا بيلعبوا، كان هو ساعتها في المصري وبيلعب الحدود ارتكب انذار ولعب لعبه ثانيه يستحق فطر. فانا يعني بديله الانذار الثاني وطرد وهو سلم عليا وقال لي ده كان لعيب مؤدب ومحترم صديق ليا. وانا كنت زعلان جدا بس بطبق قانون يعني. انا خلاص يعني في القانون ما فيهوش عواطف فعلا. هو ياسر كان لعيب مميز. ياسر احكي لك بسرعه كده للساده المشاهدين، ياسر الكناني كان لعيب مؤدب زي ما الكابتن عوده بيقول، هو كان صديق ليا يعني. فكان بقى اول مره يلعب ضد الاهلي فبعد فتره قلت له يا ياسر مين، هو كان بيلعب في نص الملعب وباك رايت، مين اكتر لعيب؟ قال لي محمد عبد الجليل يا ميدو، مفيش لعيب حريف شفته في حياتي او انا قابلته زي محمد عبد الجليل. قال لي ما كنتش عارف بيلعب بانهي رجل، سبحان الله محمد عبد الجليل كان فعلا موهبه. انت يعني جبت سيره ياسر الكناني فكان لازم اقول كده. لا ياسر من الناس اللي انا بقول لك، شوف انا جبت ناس مؤدبه جدا جدا بالزبط. ولكن خدوا كروت بس يعني ببقى انا عشان الناس دي محترمه جدا ومؤدبه جدا بس بطبق قانون اكيد. وقلت لحضرتك تامر عبد الحميد من الزمالك برضه خد انذارين، انذار فانذار، وده من الناس المؤدبه جدا اللي هو في نص الملعب اللاعب بتاع المنصوره اصلا، ده برضه من الناس المؤدبه جدا ومحترمه جدا، ولكن القانون بيطبق. بشكرك شكرا جزيلا. الله يكرمك. ودايما كده بلتقط كيك كده وانت بتشرفنا وبنسي طبعا تعليقاتك مع ان النهارده ماشي. النهارده ماشي مش قادر اتكلم بصراحه. شكرا جدا ليك. الله يكرمك. شكرا جدا. دي كانت نهايه اليوم مع حضراتكم، كان يوم طويل لكن الحمد لله كل ايام طويله تبقى حلوه جدا معاكم ومع الاهلي. هو كسبان ان شاء الله، دايما يفرحنا ودايما عند حسن ظننا. النهارده بقينا في المركز الخامس وان شاء الله الجاي يكون افضل والاهلي يرجع لمكانته الطبيعيه. دايما بتشرفوني وبتنوروني واشوفكم على خير، واشوفكم دايما في انتصارات الاهلي، وتصبحوا على خير.